ملكة أحمد ظهرك؟ طبعا السؤال أحمد، ملكة ظهرك؟ اكيد. يعني شوفي، انا قبل كنا نقول الرجال ابدا من علاقه، الرجال الصاحب ابدا من المراه، بس اليوم ترى في حريم احسن من 10 عيال. طبعا لا طحت وقفت وياك، لا احتجتها هي موجوده، ان شاء الله ما نكون محتاجين، يعني حياتنا مرتاحين فيها، يعني كل اللي يحتاجه منها سعاده. بس انا واثق ملكه، لو انا اطيح ما تفرط فيني، اتاكد من هالشيء. عيل ظهرك صح. صح.